عشاق كمال الأجسام والفتنس أينما كنتم، السلام عليكم. تطبيق تمارين الضغط فقط سيبني لك صدرا قويا، لكنك ستلاحظ أن هناك فراغا بالوسط يصعب إصلاحه بدون الاشتغال على تمارين الرفرفة أيضا. الصدر الداخلي هو جزء من عضلة البكتوراليس الكبرى، لذلك لا يوجد تمرين يعزل ذلك الجزء بالتحديد، ومع ذلك توجد تمارين تركز بشكل أكبر على الصدر الداخلي. سنعرضها عليك عزيزي في هذا الفيديو لتتمكن من ضرب تلك الألياف العضلية والحصول على عضلة صدر ضخمة ومتناسقة. فهيا بنا. التمرين الأول، تمرين ممتاز لاستهداف الصدر الداخلي. من خلال دفع ذراعك لتجاوز منتصف جسمك ستنشط تلك الألياف بالوسط، ومع استعمال الكابل الذي يمنح مقاومة ممتازة وتوازنا في القوة بين الجهتين، ستكون النتيجة هي نمو الصدر الأوسط بشكل متناسق. دع يديك تلتقيان ثم تعبران بعضهما البعض. يضع هذا التمرين مزيدا من التحفيز على منطقة الصدر الداخلية لمنحك تمرينا أفضل، لكن عليك أن تفعل ذلك بطريقة مسيطر عليها للغاية. تحتاج أيضا إلى التناوب بين اليد التي تتقاطع مع الأخرى، ولا توجد طريقة يمكنك من خلالها الحفاظ على هذا النوع من التحكم إذا كنت غير مركزا في تمرينك. من المهم التقدم للأمام قليلا للحصول على التوازن والضغط المناسب للعضلة، واستعمال وزن متوسط لتتمكن من الأداء بشكل سليم والعصر جيدا. اضرب ما بين 8 و12 تكرار في 3 جولات. التمرين الثاني، في هذا التمرين ستطبق نفس مبدأ التمرين السابق، بحيث تتجاوز ذراعك منتصف الصدر من أجل تنشيط الصدر الداخلي، لكن الفرق هنا أنك ستقوم بالدفع وليس الرفرفة. هذا يضمن تنشيط الألياف التي لم يتم ضربها في التمرين السابق. غير ذلك، تدريب كل جهة بشكل منفرد سيمنحك تركيزا أكبر، وهو أهم شيء لتطوير الصدر الداخلي. يجب عليك تحقيق ذلك الاتصال العقلي العضلي. ابدأ بضبط وضعيتك، افرض ظهرك، امسك الكابل، تأكد من ثني كوعك بزاوية 90 درجة تقريبا، ثم ادفع حتى تصبح ذراعك شبه مستقيمة. في هذه النقطة يجب عليك حقا أن تعصر العضلة لثواني، ثم ترجع ببطء وتحكم وتكرر ما بين 10 و15 تكرار في 3 جولات. التمرين الثالث، تمرين رائع يشرح نفسه بنفسه. احصل على قطعتي دامبلز واستلقي على مقعد مسطح أو مائل إذا كنت تريد تركيزا أكبر على الجزء العلوي من الصدر الداخلي، ثم اعصر تلك الألياف العنيدة معا واضغط، أبقهم مضغوطين معا لأطول مدة ممكنة. صدرك هكذا سيكون مشتغل. وأنت تشاهد هذا الفيديو، جرب هذه الوضعية بدون وزن واعصر صدرك وستشعر بضغط في منطقة الصدر الداخلية. ترك هذا التمرين في آخر الحصة هي خطة جيدة لإنهاء تلك العضلة وضخ الدم إليها. من أكثر الأخطاء الشائعة هنا هو ترك المرفق ينحرف إلى الخارج بعيدا عن الجسم، هكذا ستحرم الصدر من التنشيط بشكل صحيح. ما يجب أن تتذكره في هذا التمرين هو أن تستخدم وزنا متوسطا لكي تستطيع التحكم جيدا في الوزن وعصر العضلة لأطول مدة ممكنة. استهدف ما بين 12 و15 تكرار في 3 جولات. كانت هذه قائمتنا لأفضل تمارين الصدر الداخلي، لكن تذكر أنك تحتاج إلى صدر متطور مسبقا لتستطيع رؤية الفرق في نمو الصدر الداخلي، ولا يمكنك تحقيق ذلك إلا بتحسين أدائك في التمارين المركبة أولا مثل ضغط الصدر. ومع ذلك تمارين العزل مهمة أيضا لإكمال وتنسيق العضلة. الآن أخبرنا في التعليقات ما هي التمارين التي ستجربها بعد مشاهدتك هذا الفيديو. إلى هنا ينتهي موضوعنا، ونتمنى أن تكون قد استفدت معنا، ونطلب منك دعمنا عبر مشاركة المقطع مع أصدقائك، كما ندعوك للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس إن أردت التوصل بجديدنا فور نشره. فالسلام عليكم.